في كل أنحاء البلاد كان الشبان يقتلون على يد مجرم بارد الأعصاب، يعتدي عليهم فجأة، كان يقتل من غير أن يستفز، ودافعه الوحيد كان البغض العرقي. وبعد أن يتم عمليته كان يختفي. عندما بدأ قناص في يوتا يستهدف رجالاً أفريقيين أمريكيين، بدأت السلطات تحقيقاتها، ولكن فرص النجاح لم تكن سهلة لأن الأدلة كانت ضئيلة، وكانوا يجهلون أين سيسدد ضربته التالية. أنا جيم كارلستروم، الرئيس السابق لمكتب الـ FBI في نيويورك. يقع خرق الحقوق المدنية ضمن نطاق الجرائم الفيدرالية، ولذلك كانت الـ FBI هي المعنية في كشف هوية القاتل. مدينة سولت ليك بيوتا. في إحدى ليالي آب أغسطس عام 1980 كان يسير 4 شبان في ليبرتي بارك. كان تيد فيلدز عمره 20 عاماً وديفيد مارتن 18 عاماً قد أنهيا التمرن مع جوقة الكنيسة. كانت تيري إيلرود قد بدأت تواعد ديفيد منذ أسابيع قليلة، وقد رتبت لتلتقي صديقتها كارما إنجرسول بتيد. كان هذا أول لقاء بينهما، وكان الأربعة قد تواعدوا على الركض في المتنزه، ولكنهم قرروا أن يسيروا بدل أن يركضوا. كان كل منهم منشغلاً جداً بالآخر، إلى حد أنهم لم يلاحظوا رجلاً يراقبهم من خلال بندقيته. عندما سقط ديفيد مارتن على ركبتيه، ظن الآخرون أنه يمازحهم، ثم شعرت تيري بوخز في ذراعها، فعلمت عندها أن الأمر جدي للغاية. أمر تيد الفتتين بالاختباء فيما حاول مساعدة رفيقه، ولكنه قتل هو أيضا. سارعت الشرطة ووحدات الإنقاذ إلى ساحة الجريمة. كان ديفيد مارتن شبه حي، فأسرعوا به إلى المستشفى، غير أنه مات بعد ساعات متأثراً بالطلقات النارية الثلاث التي أصابته. أما تيد فيلدز وهو ابن أحد رجال الشرطة فقد مات على الفور. أخبر الشهود الشرطة أنهم سمعوا طلقات نارية صادرة من مبنى مهجور عبر الشارع، ولكن لم يرى أحد الطلقات ولا رأوا أي رجل مسلح. تكلم رجال التحري مع تيري إيلرود في مركز مجاور كانت تعالج فيه من جرحها. كانت لا تزال مضطربة جداً، ولكنها أخبرت المحققين بما تذكرت. عندما وصلت مع أصدقائها إلى التقاطع، خالت أنها تسمع صوت مفرقعات نارية. لكن ديفيد سقط، وشعرت هي بوخز في ذراعها. لقد رأت الدم يسيل، وعندها أدركت أن ديفيد مصاب إصابة خطرة. فيما كانت تروي قصتها تذكرت أمراً حدث قبل دقائق قليلة من إطلاق النار. كانت سيارة تمر بالاتجاه الخطأ في طريق لا يسمح بسلوكه إلا في اتجاه واحد، وكادت تصدم الشبان الأربعة، ولكنها لم تتمكن من تحديد نوعها ولا رقم لوحتها، ولم ترى السائق. لم يعرف تحري سولت ليك دون بيل لماذا استهدف هذان الشابان. لم يسببا أي متاعب للشرطة. لم نعلم إن كان الأمر يتعلق بالفتاتين أو حتى بالشابين، وما إذا كان المجرم لم يتبين هويتهما فأطلق النار عليهما خطأ. في الصباح عادت الشرطة إلى مسرح الجريمة لتعميق بحثها، وفي حقل يمتد إلى الجهة الأخرى من المتنزه وجدت الشرطة آثار عجلات. صور التقنيون الآثار وقاسوها،
بالقرب من الأثار عثرت الشرطة على 6 عبوات رصاصات فارغة. قال الشهود إنهم سمعوا طلقات نارية تنطلق من مبنى مهجور، أما رجال التحري فيعتقدون أن ما سمعوه كان صداها. فمطلق النار كان يختبئ حسب الظاهر بين الشجيرات منتظراً دخول الشبان الأربعة ضمن نطاق بندقيته. طابقت الشرطة عبوات الرصاصات الفارغة بالطلقات التي قتلت الشابين. ثم أرسلوا الأدلة إلى مختبر الـ FBI في واشنطن دي سي لتحديد نوع السلاح الذي استعمله القاتل. وقد استغرق هذا بعض الوقت، وكان المحققون في هذه الأثناء يحاولون العثور على أدلة أخرى تقودهم إلى القاتل. بدأ بيل باستجواب أفراد عائلتي الضحيتين المقربين، وخصوصاً والدة تيري إيلرود الذي بدا لهم المشتبه الرئيسي. كان تيتش إيلرود يرأس فرقة خارجة على القانون من راكبي الدراجات النارية، وكان مستاءً من تيري لأنها كانت تواعد شاباً أسود. صرف رجال التحري 3 أيام وهم يلاحقونه. عندما وجدوه وافق على الحضور لاستجوابه. قال إنه كان في رحلة لركوب الأمواج، وأصدقاؤه يمكن أن يؤكدوا صحة ذلك. لم يصدقه رجال التحري، بل طلبوا إخضاعه لجهاز كشف الكذب. لقد اجتاز الفحص وكانت حجته صحيحة. وهكذا فقدت الشرطة المتهم الوحيد. أعادوا إلى ساحة الجريمة في ليبرتي بارك ليفتشوا المنطقة. أحد المقيمين هنا جاري سبايسر أخبر المحققين أنه رأى أمراً غريباً في تلك الأمسية. توقفت سيارة بالقرب من منزله فذهب للتحقق منها. رأى رجلاً يضع أو يخرج شيئاً من صندوق سيارته. سأل سبايسر الرجل عما يفعل، ولكن هذا الغريب اكتفى بإغلاق الصندوق ثم قاد سيارته مبتعداً. لم يرى سبايسر وجهه، لكنه أخبر المحققين أنه كان رجلاً أبيض نحيلاً. ثم قال إنه كان يقود سيارة كامارو مزينة بالكروم. اعتبر المحققون أن المعلومات مفيدة، لأن السيارة كانت متوقفة بالقرب من حيث ظهرت آثار العجلات. بعد الجريمة بيومين لم يكن الأمل بحلها قريباً، وتكثفت تغطية الصحف للحدث وتصاعد غضب الناس. لم تقع جريمة كهذه في مدينة سولت ليك، لم تطلق النار هكذا على أشخاص وخصوصاً على شبان. لقد أراد عامة الناس معرفة المزيد حول الجريمتين وإن كانت لهما ذيول عرقية. كان يمكن اعتبار الأمر خرقاً للحقوق المدنية، وهذا ما أثار اهتمام وزارة العدل. فحضر مساعد النائب العام المحامي ستيف سنار للإشراف على القضية. كان أفراد جمعية المواطنين السود مهتمين جداً بالأمر، وقد عبروا صراحة عن خوفهم من أن يكون للجريمة دافع عرقي. عين عميل الـ FBI الخاص كورتيس جانسون من مكتب سولت ليك لمساعدة المحققين المحليين. عندما اطلعت أولاً على القضية جن جنوني، فلم تكن القضية تقلق فقط جمعية المواطنين السود، بل المجتمع كله ومدينة سولت ليك بجميع سكانها. مع ازدياد الضغط من المجتمع، قدمت نتائج التحاليل من مختبرات الـ FBI في واشنطن دليلاً مهماً. لقد ثبت أن أداة الجريمة هي بندقية ب6 طلقات، إما من نوع مارلين أو غلينفيلد. بعد البحث في متاجر بيع الأسلحة ومراجعة الإعلانات المبوبة الحديثة، جمع المحققون 150 سلاحاً يطابق هذا الوصف. فحصوا كل منها. لا أحد من مالكي هذه البنادق أطلق تلك الرصاصات.
بدا للشرطة أن المعتدي هرب إلى منطقة أو ربما إلى ولاية أخرى، ولذلك أرسلت الـ FBI إلى الوكالات الفيدرالية والمحلية تصف تفاصيل الجريمة وكذلك تفاصيل السلاح وعبوات الرصاصات الفارغة. بغياب أي متهم قدمت مكافأة من $50,000 لتشجيع الناس على مد يد المساعدة، فانهالت الاتصالات وقد جرى التحقق منها كلها دون استثناء، ولكن معظم الذين أتوا إنما أتوا سعياً وراء المال. ولكن أحدهم ذكر أمراً مهماً، فقد ادعت شابة أنها ربما التقت بالقاتل. قالت إنها تدعى ميكي وهي تعمل مومساً بدوام جزئي. ترددت في التكلم مع الشرطة إلى أن أكد لها التحري بيل أنها لن تتهم بشيء إذا أتت لتخضع للاستجواب. كانت تلميذة جامعية وكانت تعمل يومين في الأسبوع في الطرقات حيث تعمل مومسات كثيرات. أخبرت التحري عن رجل التقته في شهر آب أغسطس قريباً من الوقت الذي حدثت فيه الجريمتان. كانت ميكي تسير في الشارع عندما اقترب منها رجل في سيارة كامارو وسألها إن كانت تريد أن ترافقه. لم تكن مهتمة بالعمل في ذلك اليوم ولذلك رفضت، ولكنه قال إنه سيعوض لها بالكثير، فوافقت لأنها كانت بحاجة إلى المال، ولم يبدو لها الرجل مخيفاً. تكلم معها بلهجة جنوبية وعرف عن نفسه بأنه بيل هاجمان، ثم اصطحبها إلى فندق ريغال إن. في الغرفة لاحظت ميكي أن هاجمان يملك الأسلحة، وقد وصفتها بأنها بندقيتان طويلتان موضوعتان في زاوية الغرفة ومسدس فضي واحد. لم يتكلم هاجمان عن الأسلحة، وقد خافت ميكي أن تسأله. وقالت أيضاً كان للرجل وشمان على ذراعيه، نسر أمريكي على يسره وحصاد الموت على يمنه. بعدما مكثا في الفندق قدم لها هاجمان الطعام ثم أوصلها إلى منزلها. عند تقاطع للطرق أثناء عودتهما من المطعم سحب مسدسه وقال شيئا لم تنسه ميكي. قال إنه يعمل قاتلا مأجورا لعصابة كيوكلاكس كلان، ثم قال أتريدين أن أقتل هؤلاء الزنوج؟ فقالت ضع المسدس جانباً، ثم قال الأمر بغاية السهولة، قمت بهذا من قبل، تسيرين تطلقين النار ثم تتابعين السير، فيهتم الجميع بسقوطهم ولا يعيرك أحد اهتمامه. استولى الذعر على ميكي، ولكنها تمكنت من إقناعه بالعدول عن قتل ذلك الشخص. فيما بعد أوصلها هاجمان إلى شقتها حيث التقى رفيقتها فترة وجيزة. شك بيل في إمكانية الاعتماد على ميكي وارتاب في أن تكون مجرد شاهدة كاذبة، ولكن إذا كانت قصتها صحيحة فهاجمان يؤدي إذن دوراً محورياً في الموضوع. هل كان لذلك علاقة بالجريمتين أم أنه مجرد شخص رديء؟ ربما فعل هذا كله للتأثير بهذه المومس بعرض قدرته على قتل رجل. إذا تمكنت ميكي من التعرف إلى البندقيتين اللتين رأتهما في غرفة الفندق فهذا قد يكسب روايتها بعض الأهمية، وخصوصاً إذا عرفت النوعين اللذين حددت الـ FBI أن أحدهما كان أداة للجريمة. أخبرت ميكي بيل أنها لا تعرف الكثير عن الأسلحة وأنها لم تطل التحديق في البندقيتين. أصر عليها التحري لتحاول أن تتذكر، ولكن السلاحين اللذين اختارتهما في الصور لم يطابقا أياً من سلاحي الجريمة. وهكذا انتهت قصة ميكي على أنها مجرد رواية مضللة. برغم شكوكه حدد بيل موعداً مع رفيقتها لتأتي وتمد رسام الشرطة بوصفها لهاجمان. في هذه الأثناء استمر التحقيق في مئات الاتصالات التي وردت، وكان الضغط من عامة الناس يتزايد، فكانوا يخشون أن يتحرك القناص من جديد، لكن الشرطة لم تعلم أنه فعل. بعد 3 أسابيع على الجريمة المزدوجة التي قضى فيها شابان أسودان في سولت ليك، كان لا يزال المجرم مجهول الهوية، ثم اتخذ التحقيق منحاً غير متوقع. تا
تلقت السلطات المحلية جواباً عن تيليكس أرسلته الـ FBI إلى كل أنحاء البلد. كانت شرطة سنسيناتي تحقق في جريمة مزدوجة مشابهة لم تحل حدثت منذ شهرين. في ليلة من ليالي حزيران يونيو سنة 1980 كان دانتي براون 13 سنة وداريل لين 14 سنة يسيران في الشارع إلى متجر لبيع الحلوى بالقرب من منزلهما. لم يريا الرجل الذي كان يراقبهما. كان الخطر محدقاً وبسرعة وقع دون حراك. أسرعت شرطة سنسيناتي إلى مسرح الجريمة حيث وجدوا داريل لين صريعاً. كان دانتي لا يزال على قيد الحياة ولكن بحالة خطرة، وقد أطلقت النار مرتين على كل منهما. تحدثت الشرطة مع المارة على أمل أن يكون أحدهم قد رأى شيئاً، إنما دون جدوى. يتذكر التحري مايك أوبراين من شرطة سنسيناتي كيف قدم المحقق في أسباب الوفاة أول دليل. حضر المحقق في الوفاة إلى مسرح الجريمة وكان قد أجرى فحصاً عاماً على جثة أحد الشابين، وبعد ذلك تمكن من تحديد الوجهة التي أطلقت منها النار. أشار المحقق إلى جسر يقع على بعد 75 قدماً. فتشت الشرطة الجسر، وبين العشب اكتشفوا 4 عبوات رصاصات فارغة. حدد المحللون الجنائيون أن النار أطلقت من بندقية روجر من عيار 44. توالت الأشهر على مصرع الحدثين في سنسيناتي ولم يظهر أي مشتبه به، فلا أحد كان يعرف من يمكن أن يرغب في قتل هذين المراهقين. لم تكن هذه حادثة قتل عادية، لقد قتل ولدان بعمر 13 و14 سنة ببندقية قناص من دون أي دافع كما يبدو، وهما في طريقهما إلى متجر لبيع الحلوى، ما أثار جنون المنطقة كلها. عندما سمع أوبراين بحادثة قناص سولت ليك طلب من محققي سنسيناتي أن يقارنوا الحالتين بدقة. بالنسبة إلى بيل، تحري سولت ليك كان الرابط موجوداً، وقد دل هذا على وجود نوع من القتلة الذين انقطع ذكرهم بعد عام 1980. بعد أن تنبهنا لهذه المعلومات، اقتنعنا بأننا نبحث عن القاتل نفسه الذي ارتكب الجريمة في الشرق. كانت هذه المرة الأولى التي واجهنا فيها هذا النوع من المجرمين المتنقلين، وكان هذا المفهوم جديداً على الجميع وبالنسبة إلى البلاد كلها. فلم يكن القتلة من قبل يرتكبون جرائمهم في طول البلاد وعرضها. فيما التقى أفراد من الشرطة في سنسيناتي بحثاً عن الأجوبة، كان التحري بيل يتبع خيطاً رفيعاً من الأدلة عبر مومس تدعى ميكي، فقد أخبرته أنها قضت بعض الوقت مع رجل يدعى بيل هاجمان في فندق ريغال إن، وأنه كان يحمل بندقيتين ويقود سيارة كامارو تشبه التي وصفها الشهود. في الفندق وجد بيل بطاقة باسم هاجمان مؤرخة في 16 من آب أغسطس قبل 4 أيام على حدوث الجريمة، يذكر فيها أن هاجمان يقيم في كانتاكي. جعلنا الـ FBI تتحقق من الاسم في قاعدة بياناتها ولم يظهر شيء، فكنا واثقين من أن ما كتب في هذه البطاقة كان مجرد معلومات مزيفة. بحثت الـ FBI في مختبراتها في واشنطن عن أي بصمات، ولكنها لم تكن موجودة، حتى أنهم حللوا خط هاجمان ودونوا بعض السمات المميزة التي تسهل التعرف إليه، ولكنه كان الدليل الوحيد. برغم ضعف الأدلة، انتشر فريق من 20 تحرياً للبحث في فنادق أخرى في المنطقة، وقد حملوا نسخاً من بطاقة ريغال إن التي دونها هاجمان
على أمل مطابقة خطه على أي بطاقة أخرى إذا كان قد قصد أي فندق آخر. يتذكر المحقق جانسون هذا البحث المكثف. قاموا بتفتيش كل غرف الفنادق من أوغدن على بعد 30 ميلاً شمالية سولت ليك إلى بروفو التي تبعد 30 ميلاً إلى الجنوب، وقد عثروا على نحو 8 فنادق أقام فيها هذا الشخص تحت أسماء مستعارة مختلفة وعناوين مزيفة وأرقام غير صحيحة للوحة سيارته. اكتشف المحققون المحليون أيضاً أن المتهم أقام في فندق سينيك في 20 من آب أغسطس يوم الجريمة، وهو يبعد 9 مبان فقط عن ساحة الجريمة في ليبرتي بارك. مع أن هاجمان استعمل أسماء مختلفة في كل فندق، اكتشفت مختبرات الـ FBI أن الخط هو نفسه. كان هنالك بصمة على إحدى البطاقات، ولكنها لم تقدم أي معلومات عندما فحصت. في فندق ساندمان حصلوا على دليل آخر. اكتشف رجال التحري أن هذه البطاقة دون عليها رقم سيارة كامارو، ولكن صاحب الفندق كان قد دون رقماً آخر للوحة السيارة في الهامش. مؤكد أنه في أواخر سبعيناته وأوائل ثمانيناته كان يخرج كل ليلة نحو الساعة 3 فجراً ويأخذ كل بطاقات الفندق ويسير خلف السيارات ليتحقق من أرقام لوحات تسجيلها ولكي يقارنها بتلك الموجودة على البطاقات. عندما تحقق صاحب الفندق من لوحة تسجيل سيارة الكامارو التي لهاجمان، اكتشف أن الرقم لا يطابق، ولذلك سجل لوحة كانتاكي الصحيحة في الهامش. كشف البحث أن لوحة تسجيل الكامارو تخص أحد أفراد عائلة مشهورة جداً في لويسفيل بكانتاكي، وقد أطلع تحري سولت ليك رجال التحري في سنسيناتي على اكتشافهم هذا. في الواقع لقد اتصلوا على الفور بشرطة لويسفيل وقد تحققوا من صاحب تلك السيارة، فوجدوا أنه كان قد باع السيارة إلى شخص آخر منذ أشهر. عرض رجل من لويسفيل على رجال التحري وصولات على بعض المشتريات، فدونت الشرطة اسم المشتري ونوع الإطارات، ولكن المتاعب لم تنتهي هنا، فالمشتري كان قد استعمل اسماً مستعاراً. عمل البائع مع فنان الشرطة لرسم صورة للشاري، إنه رجل أبيض نحيل يتكلم بلكنة أهل كانتاكي. في مدينة سولت ليك كانت ميكي ورفيقتها قد زودتا رجال التحري برسمة لهذا الرجل الذي دعا نفسه هاجمان. في الوقت نفسه قابلت ميكي التي تعمل مومساً بدوام جزئي، وكانت رفيقتها رسامة تدرس الرسم وقد رسمت له صورة مبدئية، فسألناها إن كان بالإمكان أن تعمل على الصورة التي رسمناها، وقد تمكنت في الواقع من رسم ملامح الرجل. عندما وصلت الرسمة من لويسفيل إلى يوتا، قارن رجال التحري الرسمتين. كان الشبه بينهما واضحاً، وهكذا أصبح المحققون مسلحين بصورة للمتهم بسلسلة الجرائم هذه. يطارد المحققون مجرماً ارتكب سلسلة من الجرائم بقتله شابين أفريقيين أمريكيين في سنسيناتي وآخرين في سولت ليك، وكانوا قد حصلوا على رسمة للمتهم، ولكن التحري دون بيل المشرف على القضية كان لا يملك اسمه بعد ولا أي أدلة فعلية تربطه بتلك الجرائم. لم تكن لدينا أي تهمة ضده، ولكنه بات ليلتين في فندق في سولت ليك وغادر من دون أن يدفع، فقدمنا طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحقه وقبل الطلب وأصبح متهماً بالخداع، وصدرت مذكرة بكل من الأسماء التي وجدت في كل بطاقات الفنادق. <تص->
أدخلت الـ FBI المذكرة ورقم لوحة تسجيل السيارة وكل الأدلة الأخرى في المركز القومي للمعلومات الجنائية، وهو قاعدة بيانات إلكترونية تتصل بأكثر من 57,000 وكالة قانونية في كل أنحاء البلاد. في 25 من أيلول سبتمبر سنة 1980، بعد أكثر من شهر على جريمتي سولت ليك، أثمرت أبحاث الـ FBI. عندما وصل رجال شرطة بون كاونتي بكنتاكي إلى فندق المحلي للقبض على سارقي مجوهرات، أخبرهم مدير الفندق أن أحد زبائنه يشتكي من أضواء وضجيج سيارات الشرطة. 7 أو 8 سيارات للشرطة كانت متوقفة في الموقف أمام الفندق مع أضوائها الحمراء وأصوات اللاسلكي. أزعج هذا أحد المقيمين في الفندق، فاتصل بمكتب المدير وقال: ماذا تفعل الشرطة هنا ولما يصدرون هذه الضجة؟ وطبعاً هدد بالمغادرة إن لم يصمتوا. فخرج المدير وقال للشرطة: أحد زبائننا مستاء من الإزعاج الذي تسببونه. عندما سأل الرقيب من المشتكي، أخبره المدير تلك الليلة أن الاتصال كان يرد من الغرفة رقم 80. بدافع القلق فحص الرقيب لوحة تسجيل الكامارو التي يملكها المقيم في تلك الغرفة، فأكد الكمبيوتر المتصل بقاعدة بيانات الـ FBI أن بحقه مذكرة توقيف من يوتا. قصدت شرطة بون كاونتي الغرفة رقم 80، ففتح لهم الباب رجل أبيض يتكلم بلكنة جنوبية. داخل الغرفة رأت الشرطة بندقيتين على التخت، فكبلوه واقتادوه لاستجوابه. هذه المرة كان الفار قد سجل في الفندق اسمه الحقيقي جوزيف بول فرانكلين. بلغت الشرطة الخبر لمحققي سولت ليك، فسارع التحري بيل ورفيقه إلى ركوب أول طائرة قادمة إلى كنتاكي. ولكن عندما وصلا أبلغا هناك بنبأ مفجع. لقد فر المتهم من غرفته ذات الحراسة غير المشددة. عند مرحلة معينة أثناء الاستجواب، غادر التحري الغرفة فترة قصيرة، وذلك ليجلب شيئاً يشربه هو والمتهم. وفي هذا الوقت، استغل المتهم الفرصة وفر من النافذة واختفى. لكن سيارة الكامارو كانت لا تزال مع المحققين، وفيها الأسلحة ومحفظته التي تحتوي على رخصة سوقه وصورته. يتذكر بيل تحري سولت ليك كم كانت صورته شبيهة بالصورتين اللتين رسمتا له باليد. في الواقع كان من الغريب جداً أن نرى الشبه بين الصورتين اللتين رسمتهما شرطة كنتاكي وشرطة سولت ليك ورخصة قيادة جوزيف بول فرانكلين. لكن المتهم بسلسلة الجرائم هذه كان لا يزال طليقاً. أصدرت الـ FBI مذكرة فيدرالية تتهمه بالفرار للإفلات من المحاكمة. أمل المحققون أن تتمكن مصادر الـ FBI من القبض على القاتل قبل أن يقتل آخرين. سرعان ما سار وجه الفار ومواصفاته في كل وسائل الإعلام في أنحاء البلاد، وقد أشرف التحري جونسون على عملية مطاردته. وضع على الفور على لائحة أهم 10 مجرمين بسبب سوء سمعته وشناعة جرائمه، فهو لم يكن فقط متهماً بالجرائم موضوع البحث، وإنما أيضاً بقتل عدد من السود في كل أنحاء الولايات المتحدة. تلك كانت قضايا لم تتوصل السلطات إلى حلها. لجعله بين أهم 10 مطلوبين من العدالة، جرت مراجعة ملف فرانكلين مع مئات الملفات الأخرى. كانوا في مركز الـ FBI الرئيسي قد قرروا أن يضعوا على هذه اللائحة أشخاصاً متهمين يشكلون خطراً فعلياً على المجتمع، وهذا شخص لن يتوقف عن ارتكاب الجرائم حتى يقبض عليه. بعد فرار القاتل انهال فيض من الأشخاص الذين يدعون أنهم شاهدوه، بمن فيهم مراهق في كنتاكي. قال إن رجلاً عرض عليه $100 ليأخذه إلى مركز للتسوق في سنسيناتي، فعج مركز التسوق هذا بالمحققين الذين راحوا يستجوبون كل من ادعى أنه رآه، فاكتشفوا أن متهمهم هذا اشترى ملابس جديدة وغير قصة شعره ولونه. لقد غير فرانكلين مظهره وما زال لديه نقود. في كنتاكي فتش تقنيو الأدلة سيارة الكامارو بحثاً عن أدلة،
فالتقطوا صوراً للعجلات على أمل أن تطابق الآثار التي وجدت بالقرب من ساحة الجريمة في سولت ليك، وهذا ما حدث. وبالنسبة إلى تحري بيل، كان هذا تقدماً ملحوظاً. كانت تلك العجلات نوعاً جديداً لم يبع إلا شرقي الميسيسيبي، ولكي تظهر آثار هذه العجلات في سولت ليك يجب أن تكون قادمة من شرقي الميسيسيبي، وهذا دليل على أن هذه السيارة وهذا الرجل كانا موجودين في مدينتنا. في مختبر الـ FBI الجنائي في واشنطن دي سي، حلل الخبراء السلاحين اللذين تركهما فرانكلين وراءه. وذلك لمعرفة إن كان أحد هذين السلاحين قد استعمل في الجريمة. كان يحمل بندقيتين ومسدسين. تمكنت الـ FBI من مقارنة الأسلحة بالرصاصات التي أخذت من أجساد الضحايا، ولكنها لم تكن متطابقة. فتشت الـ FBI أيضاً في قاعدة بيانات تحتوي على سجلات المجرمين بحثاً عن مذكرات توقيف بحق جوزيف بول فرانكلين، فاكتشفوا أن فرانكلين غير اسمه قانونياً. كان اسمه الأصلي جيمس كليتون فون، وهذه المعلومة مكنت المحققين من التعمق في ماضيه. جوزيف بول فرانكلين المتهم بقتل عدد من الرجال الأفريقيين الأمريكيين فر من شرطة كانتاكي وهو ما يزال هارباً. لقد اكتشفت الـ FBI أنه غير اسمه الأصلي جيمس كليتون فون. تتبع التحريون تاريخه إلى مسقط رأسه في بيرتاون ألاباما، وتحدثوا إلى أشخاص يعرفونه، فابتدأت تتضح صورة المتهم الفار في نظر التحري مايك أوبراين من سنسيناتي. تقسم بيرتاون من حيث الأساس إلى منطقتين، الأولى يقطنها السود والأخرى البيض، ولذلك فقد ترعرع المتهم منذ طفولته في جو من التمييز العرقي، فكانت هنالك مشاكل كثيرة بين البيض والسود في تلك المنطقة. حارب بعض أقربائه في الحرب العالمية الثانية إلى جانب ألمانيا النازية، وقال فرانكلين إنه قرأ كتاب كفاحي لهتلر وقد تأثر به كثيرا. لقد اختار جوزيف بول فرانكلين اسمه الجديد إكراما لأحد أبطاله الرئيس الإعلامي في عهد هتلر، بول جوزيف جوبلز. تعقبت الـ FBI تحركاته طوال السنة الفائتة، وقد اكتشفت أنها تناسب عدداً ما زال عالقاً من عمليات السطو على المصارف. علم التحريون أنه أرسل قبل سنتين رسالة تهدد بقتل الرئيس جيمي كارتر لأنه من مؤيدي الحقوق المدنية. كان الرئيس يقوم بحملته الانتخابية في الجنوب حيث اقتفي أخيراً أثر فرانكلين، وكانت الانتخابات ستجري بعد أسبوعين. إذا كان فرانكلين سينفذ تهديده فمؤكد أنه سيتصرف بسرعة. يتذكر تحري بيل كيف تحركت الـ FBI بسرعة. لقد اعتبروا أن جوزيف بول فرانكلين أو جيمس كليتون فون يشكل تهديداً فعلياً على الرئيس كارتر، لأنه كتب أنه يود قتله، فنشروا صور جوزيف بول فرانكلين في كل مدينة كان سيزورها الرئيس، وقد كان هذا من باب الاحتياط. كان يجب أن تصل الـ FBI إلى فرانكلين قبل أن يصل هو إلى الرئيس. اتصلنا بجميع أصدقائه وعرفنا من خلالهم أنه كان يبيع بلازما دمه للحصول على المال خلال فترة هربه. لذلك عند هذه الحال كتبنا إلى كل مراكز التبرع بالدم في جنوبي شرقي الولايات المتحدة. تسلمت المراكز الطبية في الجنوب رزماً من الـ FBI تحتوي على معلومات تتعلق بالقاتل الذي كان قد أصبح متهماً على الأقل في 7 ولايات. في 28 من تشرين الأول أكتوبر دخل فرانكلين أحد المراكز الطبية في منطقة تامبا ليبيع البلازما. تعرف التقني إلى الوشمين المذكورين في الرزمة التي أرسلتها الـ FBI، حصاد الموت والنسر الأمريكي. ظن فرانكلين أن بيع دمه هو طريقة آمنة أكثر من السطو في حالته.
لقد كان مخطئاً، فالتقني اتصل بالرقم الذي زودتهم به الـ FBI. طوقت الـ FBI المركز ثم دخلوا للقبض على فرانكلين. هذه المرة لا مجال للخطأ. ذهب القاتل بصمت من دون أن يقاوم. أخذ فرانكلين إلى سولت ليك ليحاكم على قتل تيد فيلدز وديفيد مارتن، ولكن التحري بيل وجد أن القضية بكاملها معرضة للخطر. لم يشعر محامي المقاطعة أن الأدلة كافية، كانت كل الأدلة المتعلقة به ظرفية، ولم يكن مستعداً للذهاب إلى المحكمة على أساس مجرد قضية ظرفية، ولكن الحكومة الفيدرالية قررت من خلال الـ FBI أن تتدخل هذه المرة، شعوراً منهم بأن لديهم قضية متماسكة جداً. لكن إدانته بخرق الحقوق المدنية تطرح مشاكل خاصة به، فعلى النائبين العامين أن يثبتوا أنه لم يرتكب فقط الجرائم في يوتا، بل إنه كان مدفوعاً ببغضه للعرق الأسود. قبضت الـ FBI على جوزيف بول فرانكلين المتهم بسلسلة من الجرائم في سولت ليك، فيما كان المدعون العامون الفيدراليون يحاولون بناء قضية ضده ليثبتوا أنه ارتكب هذه الجرائم بدافع البغض العرقي. أعاد العملاء استجواب رفاقه وعائلته وزوجتيه السابقتين، وأرسل المحقق جانسون فريقه إلى مسقط رأس فرانكلين في بيرتاون ألاباما. تمكنا من العودة إلى هناك والتقاء الأشخاص الذين عرفوه، وقد كوننا صورة عن تاريخه، كيف كانت حياته وانتمائه إلى كيو كلاكس كلين وإلى الحزب النازي الأمريكي. وقد عرفنا أيضاً أنه اعتقل مرات عدة لسوء سلوكه، وفي بعض الأحيان لأنه كان يملك أسلحة غير مرخصة. بحث النائبون العامون عن شهود يمكن أن يشهدوا بخصوص وجهة نظره العرقية. في أحد الفنادق قبل المدير أن يخبر عما حدث عند التقائه فرانكلين. وجدت الشرطة فندقاً نزل فيه قبل حدوث الجريمة، وبعدما سجل اسمه في ردهة الاستقبال ذهب إلى الغرفة، وبعدما نزع أغطية السرير وجد شعرة سوداء في سريره. أغاظه هذا إلى أبعد الحدود، حتى أنه نزل إلى مكتب المدير وراح يصيح ويصرخ ويتكلم بتعابير عدائية ضد العرق الأسود. حيثما كانوا يذهبون كان يعثر المحققون على شهود يتذكرون سيارة فرانكلين. يتذكر مساعد المدعي العام ستيف سنار أهمية سيارة الكامارو في التحقيق. كانت السيارة التي يقودها فرانكلين مميزة، فلونها كان مميزاً، كانت تمتاز بخطوطها الحمراء وكانت فريدة من الداخل، وعجلاتها غير عادية، وكل ذلك جعل الكثيرين يلاحظونها في منطقة سولت ليك. استجوب فريق المحققين أيضاً شابتين ركبتا سيارة فرانكلين. ظهر مع امرأتين، الأولى تدعى ساندرا والأخرى روندا، كانتا تقفان السيارات للتنقل مجاناً بين الساعة الرابعة والخامسة إلا ربعاً بالقرب من المتنزه يوم حدوث الجريمة، وقد توقف هذا الرجل في سيارته الكامارو ليقلهما. كانتا ذاهبتين إلى المصرف قبل أن يقفل أبوابه في الساعة الخامسة. عندما دخلتا السيارة سألهما فرانكلين إن كان السود يدخلون المتنزه، فقالت إحدى الفتاتين وهي كانت تواعد رجلاً أسود نعم. قبل أن تنزلا من السيارة أعطاهما بطاقتين طبعت عليهما عبارة اخلعي ملابسك. أرسل بيل البطاقتين إلى مختبر الـ FBI حيث تمكن العاملون هناك من مقارنتهما بتلك التي عثر عليها في سيارة فرانكلين، وتوقيت قصة الفتتين كان مناسباً أيضاً. رأتاه في تلك الليلة بالقرب من المتنزه عند الساعة 8:30، وهكذا برهن أنه كان في منطقة المتنزه ساعة وقوع الجريمة. في سجن مقاطعة سولت ليك كان فرانكلين موقوفاً تحت حراسة مشددة لأنه كان قد حاول الهروب من عودة الشرطة.
أثناء إقامته هناك أصبح صديقاً لروبرت هيريرا، سجين مذنب بالسرقة. كان هيريرا قد عوقب منذ وقت غير بعيد لأنه تشاجر مع سجين أسود، ومع أن الشجار لم يكن مدفوعاً بالبغض العرقي، افترض فرانكلين أن هيريرا يكن البغض نفسه للأفريقيين الأمريكيين. أسر بمكنوناته لهيريرا. يتذكر العميل جونسون أهمية هذه العلاقة. أخبر هيريرا، أو بالأحرى اعترف له، بأنه قتل الشابين في سولت ليك، وأنه ارتكب أيضاً جريمة قتل في مدينة أوكلاهوما. رتب هيريرا لاجتماع مع الاف بي اي والمحققين المحليين، وقد قدم لهم عرضاً. كان سيعمل هيريرا كشاهد فيدرالي ضد فرانكلين إذا ضمنوا له إطلاق سراح سابقاً لأوانه. أخبر فرانكلين هيريرا لماذا أطلق النار على الشابين في ليبرتي بارك. قال إنه يظن أنه يجب ألا يختلط عرق بآخر، عندما رأى فرانكلين الشابين الأسودين يمشيان مع فتاتين من العرق الأبيض في المتنزه، شعر بأنهما يجب أن يموتا. ارتاب المحققون في إمكانية الاعتماد على هيريرا. إن الاعتراف لسجين مدان لا يضمن نجاح القضية أمام المحاكم. عندما طلب المحققون المزيد من المعلومات، أخبرهم هيريرا بالأمكنة التي قصدها فرانكلين بعد قتله الشابين في سولت ليك. بعد إطلاقه النار ذهب إلى بلدة شمالية سولت ليك أوغدن، وسلك الطريق العام عبر نيفادا عن طريق جبل وينيموكا باتل رينو وصولاً إلى سان فرانسيسكو، وفي سوق للسلع المستعملة خارج باي إيريا باع بندقيته التي قتل بها الشابين. يجب أن يؤكد المحققون المحليون قصة هيريرا. لو أمكنهم أن يجدوا البندقية التي استعملها فرانكلين في ليبرتي بارك، لتمكن المحققون من إيجاد ضالتهم المنشودة. أرسل التحري بيل فريقه إلى سوق السلع المستعملة خارج سان فرانسيسكو، ثم استجوبوا تجار الأسلحة وغيرهم من الشهود. فتشوا سوق السلع المستعملة ووجدوا عدة شهود تذكروا أنهم رأوا جوزيف بول فرانكلين يبيع أسلحته، ولكن لم نتمكن من العثور على البندقية. حتى من دون السلاح تأكدت صحة قصة هيريرا، فتحركات فرانكلين بعد الجريمة مهمة جدا لسير المحاكمة. كانت تلك المعلومات ممتازة، لأننا لم نتمكن أبداً، لا نحن الـ FBI ولا أي فريق آخر، من أن نعرف أين ذهب فرانكلين بعد ارتكابه الجريمة. بعد صحة هذه المعلومات، أخبر هيريرا المحققين بأن فرانكلين اعترف له بجرائم أخرى. أقر فرانكلين بأنه أطلق النار على الناشر لاري فلينت، متسبباً بإعاقته عام 1977 لأنه صور رجلاً أسود مع نساء بيضاوات في مجلته. وقال فرانكلين إنه أطلق النار أيضاً على فيرنون جوردن، رئيس العصبة القومية المدنية في أيار لسنة 1980. شعر المدعون العامون الفيدراليون بأن الأدلة أصبحت كافية ليحضروا هذه القضية أمام المحكمة. كانت تلك محاكمة ضخمة، شملت 65 شاهداً ونحو 100 عرض مختلف تقريباً، لكننا تمكنا من تسريع القضية بسرد قصتنا وتمثيل الأمور كما حدثت. دامت المحاكمة 5 أيام ونصف اليوم ثم انتهينا. اكتفت هيئة المحلفين بالاجتماع للتشاور 5 ساعات فقط، ووجدوا جوزيف بول فرانكلين مذنباً بخرق الحقوق المدنية الفيدرالية. حكم عليه القاضي بحكمين مؤبدين. استاء فرانكلين جداً لأنه كان سيدخل السجن بقية حياته، ولكنه كان أشد استياءً لأن نائباً عاماً أفريقياً أمريكياً ساهم في جعله هناك. في ثورة غضبه قفز فرانكلين من كرسيه ورمى الماء على المحامي، لكن الشرطة أمسكت به على الفور وأبعدت. في الاستجواب بعد الحكم عليه، اعترف فرانكلين أخيراً للمحققين بما دفعه إلى ارتكاب جرائم القتل في يوتا وحول البلاد. قال هو نفسه إنه متعصب عرقياً، وإنه خطط لقتل أكبر عدد من السود،
هذا كان غاية وجوده. بعد نجاح المحاكمة الفيدرالية، شعر المدعي العام في مقاطعة سولت ليك أن بإمكانه أن يتهم فرانكلين بالقتل ويكسب القضية أمام الولاية أيضاً. جرت مرافقة فرانكلين إلى المحكمة، حيث قضى الشهرين الأخيرين خلال المحاكمة الفيدرالية. خلال الاستراحة، ترك من دون حراسة في غرفة الانتظار. قبل عودة شرطي المحكمة، حرر فرانكلين نفسه وخلع الباب. هرب فرانكلين. هرب من الغرفة حيث كان يحتجز مرة، ولكن عندما أتى السجانون لإعادته إلى المحكمة لم يكن في غرفة الاجتماع. بدا وكأن جوزيف بول فرانكلين قد عاد حراً ليتابع نشر الذعر بين الناس. كان المصعد سبيله الوحيد للخروج، ولكن مفتاح الحارس وحده يمكن أن يشغله. ولكن فرانكلين فك لوحة التحكم ثم شغلها بواسطة قطعة نقدية ومشبك للورق. تمكن من نزع اللوحة عن مصعد السجناء، ثم نزع غلاف الأسلاك وطلب المصعد إلى الطابق حيث هو، ثم اختفى. أقفلت الشرطة كل الطرق فيما فتش السجانون المحكمة بحثاً عن السجين الفار. نبهنا المنطقة بكاملها إلى أن هذا الرجل قد فر، ثم أحضرنا كل رجال الشرطة المتوافرين في المنطقة للبحث عنه. وقال السجان إن فرانكلين قد لاحظ أن سقف المصعد محلول، فتسلق السجان إلى أعلى المصعد ولاحظ أن أحدهم حرك الغبار، فقال في نفسه مؤكد أنه ما زال في المبنى، فابتدأ هذا السجان يزحف في كل مجاري الهواء في قاعة المحكمة. وقد وجد. أسرع فرانكلين كالجرب داخل مجاري الهواء وتمكن من البقاء بعيداً عنه. ولكن عندما خرج فرانكلين من مجرى الهواء، كان حارس آخر بانتظاره. بعدها عاد إلى عهدة الشرطة في أقل من ساعة. نظفناه وسرحنا شعره وعدنا به إلى المحكمة، وقد استغلت هيئة المحلفين تلك الساعة الإضافية لتناول الطعام. خلال سنواته 17 التالية التي قضاها في السجن، اعترف فرانكلين بارتكابه 16 جريمة في 8 ولايات، وفي ذلك الوقت كله لم يعترف قط بجريمة سنسيناتي. ولكن التحري مايك أوبراين لم يستسلم، بل تابع بناء قضيته على أمل أن يتمكن من ربط فرانكلين بجريمتي سنسيناتي. حصل أوبراين على مراده عندما تمكن من إقناع فرانكلين بمقابلة ميليسا باورز، مساعدة المدعي العام في سنسيناتي. بعدما دخل فرانكلين إلى الغرفة وجلس، وعرفته الآنسة باورز بنفسها وقالت له من تكون. قال لها: أنتم تعلمون أني الجاني وأني قتلت هذين الولدين في سنسيناتي. ما كنت أحاول حمله على قوله منذ 17 سنة، قاله في 30 ثانية. عام 1998 حكم على فرانكلين بحكمين آخرين مدى الحياة لأجل ارتكابه جريمتي سنسيناتي. وفي ميزوري حكم عليه بالموت على جريمتين أخريين، ولم يتسنى له قط أن يهرب من جديد. ظلت ثورة عنف فرانكلين تقض مضجع التحري دون بيل. في الواقع لا أفهم هذا النوع من القتلة الذي يختار شخصاً غريباً كلياً لأنه من عرق معين ويرى أنه من الضروري أن يقتله بسبب عرقه أو لأنه كان يتكلم أو يقف مع أحد ما. إنه من الأشخاص القلائل جداً الذين لا أفهم أبداً تصرفاتهم، ولا يزال الأمر صعباً علي حتى الآن. عاد السلام الآن إلى عائلات ضحايا فرانكلين، ففرانكلين لن يكون حراً بعد الآن ليقتل أحداً من جديد.